الحقيقه انا وجدت بزاف ديال الاغاني، عندي تقريبا 10 ديال الاغاني واجدين، غير انا غادي نختار منهم 6 ان شاء الله اللي غادي ينزلوا هذا العام، هذا ان شاء الله عام 2020 ان شاء الله. فكاين منهم كوفر اللي غادي ينزل، هو اغنيه عزيزه على قلبي غادي تنزل واحد كوفر ان شاء الله قريب، ومنهم اغنيه مع سعد واغنيه مع الحر، وكاين اغاني اخرين ديالي ان شاء الله اللي غادي يكونوا مع فنانه خارج ارض الوطن ان شاء الله يا ربي. فالعام ان شاء الله كنتمنى انه يكون حافل ان شاء الله بالاغاني والنجاحات ان شاء الله يا ربي. سعد انا وهي ديما اون كونتاكت، كما كنقول ديما انا وسعد ديما كنهضروا، ديما خصوصا في الموسيقى، يعني علاقه ديالنا قويه بزاف سواء في الموسيقى ولا اخويا، يعني علاقه ديالنا قريبه بزاف. جات سبحان الله هكذا اغنيه سمعت انا اغنيه، كان داك الشيء سبحان الله ما لا هكذا وصافي جات سبحان الله، وان شاء الله كنتمنى ان الاغنيه تنال اعجاب الناس. شكرا لك.